للوقوف عند نتائج الانتخابات النيابية في لبنان وتداعياتها ينضم إلينا عبر تطبيق زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب. أستاذ علي، مرحبا بكم. النتائج النيابية في ظل التغيرات أو التغييرات في الكتل الوازنة في لبنان، هل رأيتموها منطقية نوعا ما أستاذ علي؟ مساء الخير. النتائج سيدي هي نتائج منطقية إلى حد ما، لكن دعني في البداية أن أسلط الضوء على هذه النتائج من الزاوية الاستراتيجية التي لطالما عمل حزب الله وراعيه المقتول في بغداد قاسم سليماني على استثمارها في النسق الاستراتيجي. أولا، بإمكان القول بأن هذه الانتخابات يمكن القول بأنها ثأرت من قاسم سليماني، بمعنى آخر نعم بمعنى آخر بأن 70 أو 72 نائب الذين تحدث عنهم قاسم سليماني قد تبخروا، لم يعودوا، قد تبخروا كأكثرية نيابية. كان حزب الله يعني ممسك بعنق البرلمان من خلال رئاسته ومن خلال قدرته التصويتية، لكن دعنا نركز الأمر قليلا لنقول بأن لم يسجل أي اختراق في البنية الشيعية، ما زال حزب الله وحركة أمل الثنائي الشيعي يمسكان بما يمكن تسميته بالميثاقية الشيعية في النظام اللبناني، وبالتالي لا يوجد أي فائز شيعي من خارجهم، وبالتالي المسألة مغلقة هنا. نقطة أخرى دعني أقولها لك، بأن نتيجة الانتخابات تشي وكأن هناك نوعا من تقاسم النفوذ ناتج عن تسوية ربما تجري أو جرت مندرجات التوافق عليها في مفاوضات فيينا، تقاسم النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبين إيران وحلفائها، الذي شطب من المعادلة اللبنانية، من معادلة البرلمان اللبناني، هو الخط السوري في البرلمان اللبناني. لم تخسر إيران وحزب الله بهذا المعنى أي شيء على الإطلاق، الذي خسر هو النظام السوري. غالبية ممثلي النظام السوري أو حلفائه في النظام اللبناني في البرلمان اللبناني قد خسروا في هذه الانتخابات. حتى لا نقول بأن خسارة النظام السوري تعني خسارة لإيران، لا تعني أو لحزب الله، لا تعني كذلك أبدا. وبالتالي ثمة نوع من التواطؤ إذا صح التعبير، يمكن القول بأن حزب الله سمح، نعم يا سيدي، سمح بإسقاط رموز النظام السوري في البرلمان اللبناني، وأخذ مكانهم المجتمع المدني، وفي هذا الأمر نوع من الامتصاص لحراك 17 تشرين وللقوى التغييرية في لبنان. هذه علامة فارقة ومميزة في الانتخابات اللبنانية. طيب، النقطة الثانية تفضل. النقطة الثانية المهمة، يعني القوات اللبنانية بالأمس كانت هي الممثل المسيحي الأكبر في البرلمان اللبناني، اليوم ليست كذلك بعد إعلان وزير الداخلية عن دوائر طرابلس وعكار، عاد التيار الوطني الحر مرة أخرى ليكون الممثل المسيحي الأكبر، وليس القوات اللبنانية كما روج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وهنا تفرق المسائل، لكن القوات اللبنانية حققت فوزا بحوالي 4-5 مقاعد إضافية لكتلتها السابقة، والتيار الوطني الحر حقق خسارة أيضا، والربح هي قوى التغيير. نقطة في غاية الأهمية، أنه في حمأة السجال المحتدم وتعرض مرشحي القوات اللبنانية خصوصا في منطقة الهرمل إلى اعتداء من قبل أنصار حزب الله، لكن أنا نشرت معلومة بأن توافقا حصل القوات اللبنانية وحزب الله، توافقا حصل على أن تمرر القوات اللبنانية مرشح حزب الله في مدينة جبيل، مقابل أن يمرر حزب الله مرشح القوات اللبنانية أنطوان حبشي في الهرمل. لماذا؟
حتى لا يكون أي نائب شيعي خارج إطار السيطرة الحزب اللهية الأملية. وبهذا المعنى نعم، فقد حصل هذا التوافق وأنتج، وقد عبر جميل السيد النائب المستقل في تحالف حزب الله عبر عن هذه المسألة بالكثير من الامتعاض. بهذا المعنى لا أكثريات في البرلمان اللبناني الذي هو محكوم بالميثاقية المسيحية. أيضا أن ما يسمى بقوى التغيير وثورة 17 تشرين والمجتمع المدني غير موحدين، هل يمكن أن طيب. يتوحدوا؟ هذا ما تجيب عليه الأيام القادمة. أستاذ علي، يعني الجهات المسؤولة عن الانتخابات قالت بأن نسبة المشاركة هي 41%. هل له علاقة هذه النسبة، هل لها علاقة بمقاطعة تيار المستقبل في موضوع نتائج الانتخابات؟ تعتقد ذلك؟ النسبة يعني ربما تكون أزيد قليلا عن انتخابات العام الماضي في بعض الدوائر. النسبة المتدنية كانت في طرابلس وعكار. ليست مقاطعة، تيار المستقبل عزف عن المشاركة ترشيحا في الانتخابات النيابية. النتيجة أثرت بأن هناك وجوه نيابية سنية جديدة أتت إلى البرلمان، غالبيتها بعيدة عن تيار المستقبل. تيار المستقبل قد يكون حظي بحدود حوالي 6 نواب سموا بقدماء المستقبل أو بالمستقبليين السابقين. بعضهم دخل إلى البرلمان بتزكية من أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. وبالتالي نعم، هناك وجوه جديدة برزت، وهناك يعني قامات سياسية أقفلت، والخاسر يعني، وبالتالي تيار المستقبل خرج من المعادلة السياسية اللبنانية، والخاسر الأكبر إذا صح التعبير والذي كان له لائحة، ولكن يبدو أنه تواطأ مع عملية اكتساح القوات لمدينة طرابلس هو نجيب ميقاتي الذي كان له لائحة وتخلى عنها في منتصف الطريق، ولم يقوم برعايتها ولا بتقديم أي دعم لها، وسقط غالبية كل نوابه. نجح حليفه واحد المحسوب سابقا على تيار المستقبل، نجل محمد كبارة، عبد الكريم كبارة. نعم. طيب أستاذ علي، يعني تفضلتم منذ حين وقلتم بأنه في ظل تراجع نتائج ميليشيا حزب الله والأحزاب الداعمة له في الانتخابات الأخيرة، ولكن إلى أي مدى تشكل النتائج تغييرا حقيقيا في لبنان في ظل التحركات الإقليمية والدولية خاصة في المنطقة؟ بدون شك ثمة تغيير جديد، ثمة شباب جديد، ثمة دم جديد، رافض للميليشيات، رافض لمنظومة الفساد والنيترانيوم والأمونيوم، رافض لمنظومة الانهيار التي أودت بالبلاد إلى هذه الحالة. وهذه العينة إذا صح التعبير من الوجوه النيابية الجديدة إذا ما أحسنت الأداء فإنها ستكون بداية لتغيير حقيقي في لبنان. لكن أنا من القائلين بأن التغيير الحقيقي في لبنان لا يكون عبر البرلمان، وهذا وهن كبير. عام 2009 كان ل 14 آذار أكثرية ثلثين في البرلمان اللبناني ولم تفلح في فعل شيء، وعندما اصطدم حزب الله بها نزل إلى 7 آيار كما نعلم جميعا وغير الوقائع السياسية بالبندقية. ولا شيء الآن يمنع حزب الله إذا ما اقتضى الأمر من تكرار هذه المسألة. عموما في سياق الاستفافات اليوم منذ قليل أعلن جبران باسيل بأنه لن يكون وليس ضمن أي تحالف لا داخلي ولا خارجي، وهذا يعني ضمن ما يعنيه أنه خارج تحالف حزب الله، ممكن لأهداف رئاسية يحاول أن يبيع الولايات المتحدة موقفا معينا أو شيء من هذا القبيل. نعم. عبر تطبيق زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني علي شندب، شكرا جزيلا لكم.